رحبوا معنا بالمقدم الاحتفال سالم بوذن، نطلع له تحية كبيرة. وين حفلتنا اليوم؟ أكيد حفلتنا اليوم حيكون فيها فقرات حلوة، وحيكون فيها بإذن الله تعالى يعني أغاني جميلة، سواء كان أغاني شعبية أو أغاني تربية وتعليمية من روضة أحباب الرحمن، ومن أطفال السيدة عفاف مديرة روضة أحباب الرحمن. الجميع يعلم يد واحدة لا تصفر، ولولا جهود معلماتي والإدارة معي والمشرفات لما كنا وصلنا لما نتمنى مع أطفالكم، وإن شاء الله القادم دائما أفضل. نشكر معلمات، مناهجنا كانت صعبة عليهم حيث أنها أول مرة تدرس طرق المنهاج في روضة أحباب الرحمن، لكن النتائج الحمد لله رب العالمين. شكروا فيها مدارس الأولى ابتدائي في المدارس العامة والخاصة على مستوى الطلاب في مدارسهم. شكر جزيل لمعلماتي ولمشرفاتي على تعبهم وجهودهم طوال السنة، من الفوج الأول 2016 إلى الفوج الثالث 2018، مستمرين بإذن الله حتى نراهم أطفالنا متخرجين من الجامعات بتفوق. أخص بالشكر هنا للأفضل سميرة المسماري على جهودها الجبارة معي في إدارة روضة أحباب الرحمن النموذجية، حيث كانت يد اليمنى في كل ما قدرنا أن نقوم به مع أطفالنا ومع منهاجنا ومع تعليمنا في الروضة وإرشاداتنا للجميع. كل الشكر والتقدير للمعلمة والمديرة الفاضلة سميرة المسماري. ودعمنا في تخريج الفوز الثالث في هذه السنة من روضة أحباب الرحمن. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين. في هذه اللحظة الطيبة واللحظة السعيدة لا يسعني إلا أن أقول كل عام وأنتم بخير والتوفيق في تربية الطفل وتعليم الطفل الأخلاق الحميدة. أحيي كل الحضور، أحيي كل الأمهات والأباء، كما أحيي البيت الثاني وهي روضة أحباب الرحمن. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. المفتشة التربوية الفاضلة سالمة الشنفية، سمعنا تحية كبيرة للسالة سالمة. يلا تحية كبيرة للسالمة الشنفية. Bye.
انت طيب عيد شنفي وانا جاي من عمل انتي الكلام كل رب يفرجها وسيولة تنزل الله ربي يفرجها رمضان كريم كل حاجة مقصورة بإذن الله ما تنساش في كلاية في رمضان وضع عليش قلت لك مش يكون في توفيق هذا قصدي بس ان شاء الله ربي يسهلك والسعادة شعار. يلا سامحونا تحية كبيرة ولي الأمور لأطفالكم يلا.